رح يكون إلى جنبي يلا ماشي الحال بعد زو هيدا كوتش يعني بس أنا عملت ردة فعل يعني بقلب 48 ساعة خسرتكم أمام عمان عملت ردة فعل اليوم وقدمت مستوى كبير أمام فريق الحكمة علما أن الحكمة تقدم كتير مستوى وهذا الشيء اللي أكده جو عبد الدور شو رأيك؟ أنا يعني ما كان عندنا وقت كتير نحضر للجيم نعرف بعض منيح نحن والحكمة بس الحكمة هلا صار في غير فريق من وقت بطولة دبي حسنوا كتير وبعدين حيكون لهم شأن كتير كبير بالفاينل 8 لأنه حنتواجه نحن وياهم حيكون في دربي يعني فينال مبكر بعدين حيتحسنوا بعد أكتر بتمنى لهم كل التوفيق بالسكند راوند أول شيء أنا بدي أطلب إنه إن شاء الله يضل كل اللعيبة free of injury هلا المراحل كلها يتكبس صعب كتير تحافظ على نفس الريتم فيزيكلي الله يحمي جان ويبعد عنه الضربات اليوم عمل مباراة خيالية 0 points لإفيبرا بالسكند هاف بعد ما حط 16 إن شاء الله نقدر نفوت صوصة قد ما فينا بسرعة بالكيمستري وهلا حخلي كل الأوبشن تعيتي مفتوحة بالأجانب لشوف مين بدي أختار للراوند الجاي يعني رح يبقى برانكو معك رح يكون يبقى أربع أجانب إحنا ولا مرة قلنا إنه حنغير برانكو برانكو باقي معنا صعب تلاقي بهيدا الوقت السايز تبع برانكو وخبرة برانكو مبدئيا نحن حنعمل مداوره بين لعيبه وافضل تشكيله حنكمل نكمل فيهم للفاينل ان شاء الله بس اكيد بتشوف المواجهه بينكم وبين الحكمه لانه اذا بدنا نحكي حسابيا يعني حل الارقام حضر لك اياهم قدامك صعبه الحكمه يتقدم بالجروب اي على المركز الثالث وانتم اكيد رح تضلكم اول لانه كمان المتحد بعيد عنكم باربع انتصارات ليك انا من هلا عم بقول لك انه بعتقد مثل ما انت عم تقول ارقامك 100% مزبوطة منطقيا على الورق ما فيهم بقى يتقدموا حنلعب نحن وياهم ان شاء الله وحيكونوا فريق مغاير بعتقد لانه بعد كوتش فؤاد دائما بفاجئنا بتغييرات اجانب 100% فبتوقع يكونوا فريق هيدا اذا مش كمان على صعيد اللبنانيين ما حدا بيعرف يعني كمان كمان في يعمل بعد اد للروستر تبعه يمكن احمد لانه عنده اثنين سبوت لانه مزبوط كل الاحتمالات عنده مفتوحة بس بعتقد الهوم كورت ادفانتج تبعنا حيلعب دوره هيدا الجمهور الكبير انا بدعي ضل عم يجي ويلاحقنا قد ما في لان احنا بحاجه له هلا بلش الجد بديش لك كوتش احمد فران مبروك من جديد بنتقل لزميل